أخبار اليوم. والمدرسين بيتم اعدادهم بطريقه معينه وتدريبهم بطرق مختلفه، وبالتالي هي المدارس دي احنا لما يبقى عندنا مدرسه للمتفوقين في كل محافظه اعتقد ان احنا بالفعل هنقدر نلم كل المتفوقين في مصر ونستفيد بيهم اقصى استفاده في المستقبل. مبادره دي مطروحه لكل من يريد ان يساهم فيه، واذا كان هناك مستثمرين عندهم رغبه في انهم يستثمروا في هذا النوع من التعليم فانا بقول لهم اهلا وسهلا بكم، برحب بيهم اتفضلوا، لان بس تبقوا عارفين ان هو الى حد كبير الاستثمار في هذه المدارس هو اصل استثمار عالي ومكلف جدا، من المدرسه الواحده مثلا بتصل ل 70 و80 مليون.